أصل الحكاية مع زينب ملكي على إي إف إم أحلى راديو. أصل الحكاية، كل قصة تاريخ، حدث عنده بداية، عنده سبب خليه يصير، عنده تفاصيل جعلت منه مؤثر ملهم ولا مغير في تاريخ البلاد، وإحنا قررنا نعرفكم عليهم الكل ونحكيه لكم. أصل الحكاية. صباح الخير. قديش محلاها تونس بولادها، وقديش هالأرض مزهارة بصغارها، وقديش هكبيرة بأسامي شخصيات حبوا بلادهم ما نكروش فضلها عليهم، وبعرقهم وجهدهم فداوها، وبدمهم كتبوا اسمها وعلوا رايتها، ووقفوا في وجوه العباد اللي دبرولها في الليالي الظلمة وحبوا يدنسولها ترابها. واحنا لازمنا ما ننسوهمش في ذكرتنا، لازمنا نحفظوهم. هذاك علاش أنا اليوم قلت خليني نذكركم بواحد من هالأبطال ونحكي لكم حكايته. اليوم أصل حكايتنا باش تكون على رمز المقاومة، على شهيد الوطن اللي كان كيشوكة في حلق المستعمر. اليوم نحكي لكم أصل حكاية المشهور الدغباجي. أصل الحكاية. أصل الحكاية اليوم أنه محمد الدغباجي تولد تقريباً عام 1885، معناها بعد دخول الحماية بأربع سنين، في دوار في ويد الزيتون الموجود على مسافة 30 كيلومتر بين حمد جابس والفجيج. واعتباراً لبساطة العيش اللي كانت فيها عائلته، الدغباجي تعلم القرآن في الدوار عند منتب، وكيف بقيت اندادته عد صغرته في العمل الفلاحي وتربية الماشية ورعي الأغنام. وكيما برشا من أولاد منطقته في هاك الوقت، ما قراش وما تخلل حتى مدرسة غير الجامع، ما تعلمش يكتب، لكنه خلى بعد وفاته مجموعة من الرسائل بكلها ملها على واحد من أصحابه اللي كتبهم له. بقى الدغباجي في الدوار يخدم في الفلاحة ويستنى يلقى شي خدمة أخرى تحسن له مدخوله وتسمح له باش يعاون عائلته، حتى وصل لعمر 22 سنة. ووقتها تخلف الجيش باش يعدي عام التجنيد متاعه السيرفيس كما كانوا يقولوا، وعدت 3 سنوات المطلوبة، ومن بعد رجع باش يخدم في الفلاحة. لكن قلة ذات اليد أجبرته باش يتطوع في الجيش الفرنساوي عام 1913، معناها قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بعام تقريبا، وتحط في قلعة ذهيبة في أقصى الجنوب في هاك الوقت. وبعد ما اندلعت الحرب وصارت مناوشات بين العسكر الطليان والمقاومين الليبيين، سكان الجنوب تحمسوا لفائدة أبناء عمومتهم الليبيين ودخلوا معاهم في المقاومة، الشيء اللي جبر قوات الاحتلال في تونس باش تنظم هجمات على المقاومين التوانسة والليبيين وتجند الحامية متاع ذهيبة في هالمعارك. ولهنا الدغباجي لقى روحه يحارب ضد أهله وماليه وولد عمه، وتحيرت فيه النعرة القبلية وضمير وبخه، الشيء اللي خلاه يهرب من الجيش في سبتمبر 1917 وينضم مع جماعة من الرفاق للمقاومين، وشارك في المعركة اللي صارت ضد نفس القلعة اللي كان مجند فيها، قلعة ذهيبة. ومن وقتها بدأت مسيرته النضالية ضد المستعمر وضد الظلم والتعسف. أصل الحكاية اليوم أنه الدغباجي بقى طول مدة الحرب يشارك في المعارك، لكن ما كانتش عنده بطولات فردية اللي تخلي اسمه يتعرف أكثر من غيره. وفي عام 1918 ووقت وفاة الحرب وبي البلاد، محمد الناصر أصدر عفو على الجنود اللي حاربوا ضد قوات الحلف، واستثنى منهم اللي زرتيو سوكيون ديزيرتي، معناتها هربوا من العسكر. الدغباجي أيس من رجوع للبلاد وبقى في التراب الليبي، وساعة ساعة يتنقل على طريق الصحراء وجبال لبلاده، وكمل في حالة التمرد والعصيان ضد المستعمر. وصل للحامة بالسرقة وجمع حوله عدد من المقاومين، منهم زوز من أخواته. وكي سمعت به سلطة الحماية نظمت عملية مطاردة شرسة ضده، ووصلت حتى لجبال قفصة، وكان وقتها في كل مرة يفلت من يديهم ويظهر مرة في الشمال ومرة في الجنوب، ويظهر حتى في بلاده الحامة. ومع نهاية الحرب العالمية قاد الدغباجي برشا معارك قعدت لليوم في الذاكرة الشعبية، يمكن أشهرها معركة خنقة عيشة اللي صارت في جبل في الطريق ما بين قفصة وجابس في أواخر 1918 وبداية 1919 بين المقاومين ومجموعة مصباحية، ماتوا فيها عدد من جنود الاحتلال
وفي المقابل المقاومين غنوا فيها كمية من الأسلحة والخيول. من المعارك الأخرى زادة اللي بقت في الذهن هي معركة المحفورة في جهة قفصة اللي مكنت المقاومين باش يطلقوا النار على العساكر الفرنساويين ويهربوا، ومكنت الدغبيجي زادة باش يتلاقى مع قايد قفصة ويسألوا في اللقاء لو كان نسلم أرواحنا تعطيوناش العفو. يا أخي القايد جاوبوا ننصحكم أهربوا، أهربوا للتراب اللي بخير لكم. ويقول اللي رويها الحكاية أنه قايد قفصة صرف هكا على خاطره بدا يميل للمقاومة الوطنية. أصل حكايتنا اليوم أنه سلطة الاحتلال قررت وقتها استعمال جميع الطرق باش تلقي القبض على الدغباجي، وبدأت أولاً بالتنكيل بسكان الحامة، فماش ما لقاوش شكون ينجم يعطي بلاستو ولا يقول وين راه آخر مرة. ومن بعد أصدرت قرار صادرت به أملاكه وأملاك ثلاثة من رفاقه، وأخيراً حاكمته غيابياً في 27 أفريل 1921 وأصدرت حكم الإعدام عليه وعلى 13 من رفاقه منهم 8 غيابيا، وأصرت أحكام بالمؤبد وبالأشغال الشاقة والتغريب والسجن على البقية. أصل حكايتنا اليوم أنه في نهار 28 ماي 1922 القوات الإيطالية تمكنت باش تلقي القبض على الدغباجي وتسلموا لسلطات الاحتلال في تونس اللي احتفظت به لمدة عام بعد ما عاودت حاكمته حضورياً ورفضت طلب بالعفو في حقه. وقعد مدته نهار 1 مارس 1924 في ساحة السوق بالحامة قدام ولاد بلاده الكل. الدغباجي في هاك اللحظة كان من المفروض يسيطر عليه الخوف، لكن حبه لبلاده إيمانه بالتضحية في سبيلها خليه ما يخافش، خلى راسه عالي رغم أنه يعرف أنه بعد لحظات بشي فارق الحياة، لكن تزغريت نساء الدوار وتكبير الرجال اللي عاش معاهم صغره وتعلم منهم الهمة والشهامة زادت قوته شجعته. ما خافش من المغتصبين اللي واقفين وسلاحهم في يدهم يستناو في تعليمات إطلاق الرصاص. هالمشهد وما فيه من هيبة خلى اللي حضروا عملية الإعدام يتذكروا كل تفاصيلها ويتذكروا اللحظة اللي تقدم فيها ضابط فرنسي باش يعمله عصابة على عيني. إخي الدغباجي رفض بكل سخرية من الموت، والناس بقات تتذكر كيفاش كي مرتبوه زغرتت غزر لها وقال ما تخافش علي يا أمي، أنا ما نخافش رصاص لعدة، ما نخافش من الموت في سبيل عزة بلادي، الله أكبر ولله الحمد. بعد الكلمة هذه جنود الاحتلال الفرنسي أطلقت النار. من وقتها نظمت القصائد في شهيد الوطن قصائد تتغنى بالبطولات، يمكن أشهرها قصيدة الخمسة اللي لحقوا بالجرة. وإحنا قلنا خلي نحكيه اليوم ونذكره بأصل حكاية الدغباجي اللي يهب عمره لمقاومة الظلم والاستعمار. قلنا خلي نذكره برمز من رموز المقاومة في تونس، واحد من أهم عناوين النضال. قلنا خلينا نحكيو على أصل حكاية الدغباجي، على خطر أصل حكايتنا اليوم أنه الحياة الكلها ما عندهاش قيمة إذا ما نلقاوش سبب ننظر من أجله. أصل حكاية، أصل حكاية مع زينب ملكي على EFM أحلى راديو. أصل الحكاية إيفام ميتيو.